يا صباح الفل والياسمين على اجمل متابعين فى الدنيا واهلا بيكم فى فيديو جديد و فيديو رايق كالعادة معاكم خالد عبد الله الفترة اللي فاتت جات لي كومنتات كتير جدا عن موبايلي الجديد السامسونج جالكسي زد فولد ناس قالت لي نشتريه ولا لا طب ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه طب هل هو يستحق ثمنه ولا لا عشان كده انا قررت اعمل الفيديو ده وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على مميزات وعيوب سامسونج جالاكسي زد فولد خليني في البدايه اقول لك ان النسخه اللي معايا هي زد فولد 2 ودي نسخه السنه اللي فاتت انا ما رضيتش اخد الريسك واجيب النسخه بتاعت السنه دي انا لسه لاول مره في حياتي بجرب الفولد فقلت اجيب زد فولد 2 مستعمل كده يكون سعره حنين اجرب الموبايل لو عجبني اشتري زد فولد 3 فالنهارده احنا هنجرب على الزد فولد 2 لكن الزد فولد 3 و 2 نفس الامكانيات تقريبا باختلاف المعالج نفس الكاميرات نفس كل حاجه تقريبا طبعا الشاشه اتحسنت اكتر بس النهارده التجربه هتكون على سامسونج جالاكسي زد فولد 2 قبل ما ابدا بقى اقول لك على عيوب الموبايل اللايك الجميل السبسكرايب الاجمل الكومنت الحلو دعوه جميله من كل قلبك ان ربنا يوفقني ما تنساش تصلي على سيدنا محمد لانه هيكون شفيع وشفاعك يوم القيامة ان شاء الله ويلا بينا نبدا حلقه النهارده نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بأول عيب موجود معانا في الموبايل وهو ان الموبايل مش مقاوم للميه ولا التراب خلينا متفقين ان كلنا ممكن نتنازل عن فكره ان الموبايل مش مقاوم للميه عادي جدا لكن موضوع التراب في الموبايل ده بالذات الموبايل كل دقيقه حرفيا بيجي عليه تراب وبتضطر انك تمسحه سواء بقى في هدومك او بمنديل لكن انا فعلا بلتمس العذر لسامسونج هنا لان الموبايل زي ما انتم شايفين فيه مفصلات كتير جدا وفي فتحات كتير جدا فالتراب بيخش من كل مكان فلو انت شخص ما بتحبش التراب فالموبايل ده مش هيكون مناسب جدا ليك لانه فعلا بيمتلى تراب بسرعه رهيبه تاني عيب موجود معانا في الموبايل وهو ان الموبايل ما بيدعمش الشحن غير بقدره 25 وات وده رقم قليل جدا على موبايل فرنج ألف جنيه ده في موبايلات في الفئه المتوسطه 5 و6000 جنيه تدعم الشحن لحد 50 واط انا مش عارف سامسونج ليه ما خلتش شحن الموبايل ده مثلا 40 واط او 50 واط مع انها تقدر وعندها القدره انها تعمل ده بس للاسف سامسونج دايما ما بتكملش الحاجه الحلوه للاخر على العموم موبايل ممكن يشحن معاك في ساعتين لو هو صفر ويوصل ل 100% ولو هو 50% بياخد معايا 40 دقيقه وصلنا مع بعض لثالث عيب موجود في الموبايل ولو انت مستمتع معانا فاللايك الجميل بتاعك لان دي كلمه شكرا اللي انت بتقولها لي ده بيفرق جامد مع الفيديو بتاعي والله العظيم المهم ثالث عيب معانا هو ان الموبايل وزنه تقيل جدا عايز تحس بوزن الموبايل وهو مش معاك هات موبايلين كده عندك من البيت وحطهم في بعض هتلاقي الموبايل فعلا وزنه تقيل قوي لو انت مش بتحب الموبايلات اللي وزنها تقيل فالموبايل ده وزنه تقيل جدا لكن للامانه تحس كده ان الوزن متوزع صح يعني ما بفتح الموبايل وامسكه في ايدي بحس ان هو عادي لكن لو انت قافله هتحس بتقل الموبايل جدا وكمان بيبقى شكله عريض في جيبك كده لو انت حاطه قدام يعني حطه في جيبك وانت هتحس بوزن الموبايل دلوقتي بقى معدنا مع العيب الرابع وده العيب اللي ممكن يموت الجهاز لو انت بتحب التصوير بالنسبه لك وتنسى فكره انك تشتري الجهاز ده على العلم الموبايل ده فيه اوبشن يطلع لك صور بشكل احترافي جدا جدا لكن سامسونج ما بتكملش الحلو للنهايه وحاطه في الموبايل ده ورا في الظهر ثلاث كاميرات عاديين جدا بدقه 12 ميجا بكسل باختلاف العدسات عدسه واسعه قوي وعدسه واسعه وعدسه تيلي فوتو للامانه لو انت بتحب التصوير فالموبايل الفولد 3 او الفولد 2 مش هينفعك نهائيا شوف لك جهاز تاني زي الاس 21 الترا مثلا او النوت 20 الترا كويسين جدا في التصوير والزوم بتاعهم محترم لكن الزد فولد مش للتصوير نهائيا رغم ان لو اتحط فيه كاميرات عدلة الموبايل ده هيطلع صور جامده جدا الموبايل بيصور 4K فيديوهات بالكاميرا الاماميه مش عارف سامسونج ليه ما بتكملش الحلو للنهايه وصلنا مع بعض للعيب رقم خمسة الموجود في الموبايل وهو ان الموبايل ما فيهوش منفذ في 3.5 مللي لكن انا شايف ان ده مش عيب نهائيا في الموبايل في ناس تانية شايفه ان ده عيب انا عن نفسي بقيت بستخدم سماعات خلاص بلوتوث اتعودت على الموضوع ده بستخدم الريلمي بودز اير 2 مع الموبايل وشغاله معايا عظمه ومفيش مشكله وصلنا مع بعض للعيب رقم خمسة وهو ان الموبايل للاسف ملوش اكسسوارات كتير جدا والاكسسوارات بتاعته محصوره على شركه سامسونج بس وللاسف اقل حاجه شفتها للموبايل جراف في شركه سامسونج كان سعره 1400 جنيه، اسعار الاكسسورات بتاعته غاليه جدا وانا شايف ان ده عيب قوي وكمان الكرتونه بتاعت الموبايل ما كانش جاي معاها جراب او اي حاجه يعني مش عارف ليه ما حطوش جراب ده موبايل ب جنيه، لا بيجبرك انك تشتري جراب خارجي بسعر 1400 جنيه، وصلنا مع بعض دلوقتي للمميزات اللي ممكن تخليك تشتري الموبايل ده في يوم من الايام بس خليني في البدايه كده اسال نفسي سؤال بسيط هل الموبايل ده عملي واقدر اعتمد عليه في شغلي وفي انجاز مهامي اليوميه وكده ولا مش عملي خليني اجاوب على السؤال الموبايل ده من اكتر الموبايلات اللي انا جبتها في حياتي وبعتمد عليها في شغلي بشكل كبير جدا والموبايل ما بيقولش معايا لا على سبيل المثال الموبايل ده حل معايا مشكله كنت بواجهها لما كنت بسافر او اروح النادي اتابع شغلي من هناك او اقعد في اي مكان يعني كنت باخد معايا التابلت الاي 7 من سامسونج زي ما انتم شايفين كبير قوي فكنت بحتاج له شنطه دلوقتي لا دلوقتي انا باخد الموبايل بتاعي معايا عادي جدا اخليه تابلت بفتحه كده وبتابع شغلي من عليه كمان في اوبشنز كتير جدا في السوفت وير بتاعه مش موجود في الموبايلات العاديه على سبيل المثال ممكن هنا افتح اكتر من خمس تطبيقات في نفس الوقت واتابع شغلي عايز مثلا اعمل مونتاج واسمع اغنيه على اليوتيوب في نفس الوقت اقدر عايز افتح الاله الحاسبه مع مستندات جوجل مع الصور عادي جدا معايا تطبيقات الى ما لا نهايه كمان في ميزه جميله في الموبايل ده اسمها اب كونتينيوتي جميله جدا على سبيل المثال لو انا كنت فاتح يوتيوب على الشاشه الصغيره وبعد كده حبيت افتحها على الشاشه الكبيره مجرد ما افتح الشاشه الكبيره اليوتيوب شاشة كبيرة بالحجم الكبير الميزة دي رهيبة جدا وجميلة جدا بتنفعني في اوقات كتير فزي ما لك الموبايل ده عملي بشكل غير طبيعي وفعلا اختراع من شركة سامسونج بجد شابول سامسونج المهم دلوقتي بقى نتكلم عن المميزات بتاعته اول ميزه معانا وهي البطاريه 4500 مللي امبير على الرغم انها صغيره لكن ممكن تكفيني لمده 7 8 ساعات عادي جدا من غير ما احتاج نشحن اشحن الموبايل بطاريته صغيره بس اداءه رهيب معاها مش مصدق الاداء بتاعه مع البطاريه الصغيره دي صوت الموبايل تحفه جدا من افضل الاصوات اللي سمعتها في حياتي لموبايل عندك سماعتين ستريو بيطلعوا الصوت بدرجه نقاء رهيبه كانك حاطط ايربودز في ودنك الموضوع جميل جدا بصراحه يا اصوات الموبايلات اللي سمعتها في حياتي كوم وصوت الموبايل ده كوم تاني الميزه رقم 3 البصمه من المشاكل اللي كنت بعانيها مع النوت 20 الترا البصمه بتاعته اللي في الشاشه ممله جدا وبتعلق كل شويه ما بتشتغلش بشكل مظبوط لكن البصمه اللي موجوده في زرار التشغيل هنا تحفه جدا في اقل من ثانيه بتلاقي الموبايل فتح سرعه رهيبه بجد شابول سامسونج على البصمه السريعه دي لو انت بقى من محبي الالعاب فالالعاب على الموبايل ده تحفه جدا عايزك تنسى الالعاب اللي انت لعبتها على الموبايلات العاديه حتى كان لو اس 20 الترا أو أيفون 13 أو أيباد الألعاب على الموبايل ده تحفة جدا، أنت معاك شاشة كبيرة جدا، ألوان ممتازة، اللعبة فيها سلاسة كده رهيبة، أنا ما لعبتش بالمتعة دي قبل كده، بابجي بتشتغل هنا تحفة، الموضوع ممتع قوي. كأنك كأنك جوه اللعبة بصراحة، الألعاب على الموبايل ده تحفة 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 جدا، صراحة مميزات الموبايل كتير ولو عملت عنها فيديو مش هتخلص، بس دي أبرز المميزات الموجودة في الموبايل، الموبايل حلو جدا وتقدر تعتمد عليه في شغلك بشكل كبير بصراحه من افضل الحاجات اللي انا اشتريتها لكن لو انت من عشاق التصوير للامانه يبقى الموبايل ده مش هينفع معاك انا عندي الكاميرات بتاعتي فما بحتاجش اصور بالموبايل كتير جدا غير صوره سيلفي اماميه والصوره بتطلع ممتازه لكن لو انت من عشاق التصوير بقول لك هو الموبايل ده مش هينفع معاك بكل أمانة ده لعيب الوحيد الموجود في الموبايل أتمنى سامسونج في الإصدار الرابع بقى تحط لنا كاميرات أجمد من كده بكتير وزي ما قلت لك الموبايل ده لو فيه كاميرات حلوة هتاخد منه صور ممتازة الموبايل ده فيه أوبشن مش موجود في موبايلات تانية فا يعني ان شاء الله سامسونج في الاصدار الرابع يحط لنا كاميرات محترمه كده لحد كده يكون الفيديو خلص الفيديو لو عجبك بقى انت عارف هتعمل ايه لايك الجميل سبسكرايب الاجمل كومنت الحلو الدعوه الجميله اشوفكم في فيديو جديد سلام عليكم